السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متتبعي لطيفة فلوج، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ونتمنى يلقاكم هذا الفيديو في أحسن حال. اليوم غادي نحضر معكم وصفة ريزوتو على الطريقة الإيطالية بالفروي دي مير، فواكه البحر. المهم هنا عندي الروز كما تشوفوا على حساب الأشخاص، أنا غادي نقول لكم باش غادي نعبر. عندي زيت زيتون، البصلة، عندي هنا ضمة ديال الخضرة، قطع من الزبدة، هذا في الأخير غنحتاجه هو الفرماج محكوك، هنا لي فخوي دي ميغ، الملح. المهم هنا عندي المرق، هنا كنت استعملت فيه نسل ديال البقري. المهم غادي نصفيه لأن فيه البصلة والقرنفل الكرافس تخيزو. المهم غادي نصفيه، وهنا غادي الطنجرة اللي غادي نشحر فيها البصلة والروز من بعد. خليكم مع الفيديو. البنات اول حاجه غنصفيو هذا المرق، بسم الله على بركه الله. من بعد ما صفيتو تيكون شويه فيه الملح، وليدام غادي نزيد عليه المسخون البرا غليت من قبل. غادي نشعل عليه النار، هو سخون باش صفيتو عليه. المهم هنا غادي نشحر البصلة، نضيف زيت زيتون، غادي نشعل النار. غنضيف البصله اللي شلطت من قبل، غادي نشحر البصله وارجع معاكم ان شاء الله. زيد رجعت معاكم بعد ما تشحرات البصله ولات على هذا الشكل. دابا غادي نضيف الروز، الروز غادي نعبر كل جوج لواحد بحال هكا، يعني شخص واحد هنا جوج بالنسبة لي أنا، تاني تالت الرابع، وحدة على هكا شوية تنزيدو على حساب الطنجرة هاذيك باش تينسق لتحت. المهم غادي نحرك نشحر الروز والبصلة على الشكل، غادي نضيف ضمة ديال الدادو، نضيف الخضرة، ولا يكون عندكم ديال الدجاج الحلال مثل هنايا، أما في المغربة عندهم الدجاج ديال الخضر. غادي نشحر الروز حتى مزيان على هذا الشكل، ونزيد شويه ديال الملح، دابا غادي نبدا نضيف المرق، وغادي نزيد شويه النار تكون مجهده،
غاديش ندير واحد الكميه كثيره باش ما يجينيش بحال الرز مسلوق. غادي ندير شويه بشويه من ما تيشرب هذاك لاصوص هذاك المرق ونزيد. الا درت الكميه كثيره بحال غادي يجي بحال مسلوق. هذه هي الطريقه اللي كيديروا بها الايطاليين. الروز فيه عده طرق، كاين اللي تيضرب زعفران الخضره اما قرعه مقطع طريفات ولا سباراجي لبانه. المهم كل مره غادي نعاود نحضر معاكم نوع ان شاء الله. الروز فاش يبقى يقرب يطيب تيبغي التحراك باش ما يلصقش. ونشوف ستة يشرب الروز عاد غادي نعاود نضيف الماء. غنستمر بهذه الطريقه حتى يقرب يطيب الروز وغادي نرجع معاكم ملي غادي نضيف الكوي ديال الماء. انا غنستمر بهذه الطريقه حتى يعاود ينشف الروز وغادي نعاود نضيف الماء المرق عفوا. رجعت معكم بعد ما قرب يطيب الروز. غادي نضيف دابا لي فروي ديالنا فواكه البحر. غادي نحرك نستمر في التحريك مزيان باش ما يلصقش. باقي ما كملش الطياب البنات، غادي نستمر على هذه الطريقة شوية وغادي نرجع معاكم من بعد ملي يكمل الطياب. البنات بعد ما كملنا الرز دابا في الطياب كيما تشوفوا غادي نضيف شوية الزبدة باش ما يتجمع يتلكش مع بعضياتو باش كنحرك الزبده تدوب. وغنضيف الفرماج المحكوك غادي نحرك نخلي الرز غير يشرب نحطو بالزبدة ونشرب ونتحرك مع هاد الفرماج تجي هاد الشكل. وغادي نرجع معاكم ان شاء الله الطبق النهائي. البنات رجعت معكم في الطبق النهائي، هذا هو ريزوتو بالفواكه البحر. مهم بالنسبة تحضروا للغدا ولا للعشاء بحال بحال. بصراحة صدقوني البنات تجي رائع بهذه الطريقة ومذاق يا سلام. بالنسبة للإيطاليين كل تكتفي بحال هكا، كل تيديروا في الأول طبق أول ويزيد اللحم طبق الثاني بستيك ولا شي حاجة وخضرة معاه اولا الحوت. مهم تيزينوه على هذا الشكل بالفرماج ضروري، هما الباستا والفرماج والروز والفرماج ياكلوا بزاف معاهم على هذا الشكل. ونتمنى ينال الاعجاب ديالكم هذا الشكل. نتلقى فيديو اخر البنات ومع السلامه. وما تنسوناش من الاشتراك اللي ما اشتركش في القناه ولايك وشي تعليق زوين بحالكم باش ندعمونا نستمروا معاكم.
مع السلامة، إلى اللقاء.